يوسف حمادة هلال في أول تجربة تمثيلية، ومنذ المهران بيبدع في حق عرب، وجان رامز بشخصيتين أطفال بدرجة نجوم كبار في دراما رمضان 2024. وسط المنافسة القوية اللي موجودة على شاشات التلفزيون من بداية موسم الدراما رمضاني 2024، كان في نجوم صغيرين لفتوا الانتباه بعد مشاركتهم المميزة، وأثبتوا أنهم مواهب فنية حقيقية قادرين يقفوا قدام الكاميرا ويمثلوا أي شخصية تطلب منهم. صحيح أطفال لكنهم فنانين ونجوم كمان. بيكمل الطفل منذر مهران إبداعه في مسلسل حق عرب بعد نجاحه الكبير في جزيرة غمام، وبتدور أحداثه في إطار شعبي أكشن من خلال الصراع ما بين أبطال العمل، مع وجود قصة إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة دينا فؤاد. وبيقدم منذر شخصية محورية وهو دور أخو النجمة دينا فؤاد، ولفت الأنظار بموهبته المميزة وأشاد بيه كل اللي شاف المسلسل. وبتقدم الطفلة لافينيا نادر وريم عبد القادر والطفل سليم محمود في أدوار مميزة خلال مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، وده بعد نجاح كبير حققته لافينيا في فيلم شماريخ، ونجاح ريم عبد القادر في أدوار كتير أبرزها كان ما وراء الطبيعة ودور شيراز. كمان محمود سليم نجح جدا خلال مشاركته في مسلسل ليلى ومسلسل طير بينا يا قلبي. وجنب الفنان خالد النبوي قدرت منى زاهر وآدم وهدان يخطفوا الأنظار بتمثيلهم وأدائهم خلال المسلسل اللي قدموا فيه أدوار ولاد خالد النبوي ضمن أحداث المسلسل اللي بيدور في إطار اجتماعي. عن أب بيتحمل مسؤولية تربية ولاده الستة لوحده بعد وفاة مراته، تحصل مشاكل ما بين الأب وولاده بسبب عدم التفاهم والاختلاف في وجهات النظر. وللعام الثالث على التوالي بيظهر الطفل عبد الرحمن طه في مسلسل الكبير قوي بعد مشاركته في موسمين سابقين واللي حقق نجاح كبير جدا خلالهم، وفيه بيقدم دور جوني ابن الكبير وبيعتبر الجزء السادس والسابع من أشهر أعماله اللي قدمها، والسنة دي بيشارك في الجزء الثامن ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين. ولو هنتكلم عن الفنانين الأطفال على رأسهم بيكون الجميل جان رامز اللي حرفيا يتقال عليه معلم بمنتهى البساطة، وبيشارك في بطولة مسلسل المعلم مع الفنان مصطفى شعبان. بيجسد في المسلسل شخصيتين، منها شخصية المعلم مصطفى شعبان في مرحلة الطفولة، ولفت الأنظار جان بشكل كبير ويعتبر من النجوم بعد مشاركته في أكتر من عمل أبرزهم فيلم البعبع مع أمير كرارة وياسمين صبري. وعلى سيرة أمير كرارة بيقدم السنة دي بطولة مسلسل بيت الرفاعي، وبيشارك قدامه الطفل المميز يوسف صلاح نجم فيلم من أجل زيكو، وبدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار تشويقي عن الدكتور اللي بيدخل في صراعات كتير مع المحيطين به. وبيشارك أمير كرارة في البطولة سيد رجب نور الدين وأحمد رزق وعمرو وعبة. كمان الطفل اللي هي سويدان اللي بتقدم دور حبيبة بنت أمير كرارة في المسلسل لفتت أنظار الجمهور بشكل كبير على الرغم من أنها تجربتها الأولى. ومن الأطفال لفتوا الانتباه جدا الفنان الصغير أحمد ميدان اللي بيشارك في مسلسلين أتقل من بعض، العتاولة مع أحمد السقا واللي بيقدم فيه شخصية ابنه فارس، والحشاشين مع النجم كريم عبد العزيز وبيجسد فيه شخصية الهادي ابن حسن الصباح اللي هو ابن كريم عبد العزيز خلال أحداث المسلسل، ورغم صغر سنه إلا إنه أبدع وقدم موهبة تمثيلية كبيرة جدا أشبيها كل اللي شافها. وشارك يوسف هلال ابن النجم حمادة هلال للمرة الأولى في بطولة الجزء الرابع من مسلسل المداح أسطورة العودة، واللي بدور أحداثه في إطار تشويقي بعد ما بيدخل صابر في متاهة ولغز جديد.